نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع ده خفيف ما هو أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده هنعمل الحاجه اللي بتفكرنا بالعيد وفاضل على العيد كده 10 11 يوم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. فقلنا بدل ما تكلفوا نفسكم وتشتروا الحاجات من بره بتاعه العيد تعملوها في البيت. مين بقى اللي يعمل لنا احلى غريبه وبعد كده بيتي فور والكحك؟ مفيش غيرها مدام امال جلال مشرفانا ومنورانا. كل سنه وهي طيبه. زي حضرتك كل سنه وانت طيب طيبة. كل سنه والمشاهدين كلهم طيبين والقناه والعاملين بالقناه وانت بصحه وسلام ومصر كلها بخير يا رب. امين يا رب. وانت دايما منورانا ومشرفانا. ميرسي يا شريف. ميرسي. النهارده طبعا استني بس اقول للناس الكلمتين بتوعي وارجع لك عشان انت عامله بص عامله ايه جنبي يا اولاد عامله ايه جنبي يا اولاد. اي حد عنده اي سؤال استفسار خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف. ممكن كمان تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف مدكور تي في. النهارده مدام امال جلال مش جايه بس تعمل غريبه، عامله لي تورته جنبي تجنن، فانا بشكرها عليها. وهاتوا لنا بقى كده التورته واحكي لي بقى مين اللي في التورته. هو انا يعني حسيت ان رمضان مش عايزك تقفي قدام دي عشان تبقي باينه. حسيت ان رمضان طبعا هو الفوازير بتاعت زمان دي الجميله. فحطيت الشريهان وعمر فؤاد وفتوته ونيلي الخطبه. وحطيت كمان الاسم المخرج فهمي عبد. طبعا ده كان سابق عصره واوانه بجد. صحيح. يعني الله لم هتبقى فرحانه قوي والله. لم فهمي عبد الحميد ووائل فهمي عبد الحميد طبعا هو اللي كان بيعمل كل الحاجات الجميله دي. طيب خلونا نوريكم التورته كمان مره ونستعرضها بقى من فوق. عندنا هنا راقص التنوره بوز. كل ده معمول بالسكر. ها هننزل اكشن وفطوطه والف سلام وتحيه لاستاذنا الغالي استاذ سمير غانم وكل عائلته. بعد كده هنخش على عمو فؤاد استاذنا فؤاد المهندس الله يرحمه. عندنا بقى النجمتين الكبار استاذه نيلي والخطبه بتاعت اهل زمان الجميله ببعت لها الف سلام وتحيه. والنجمه السوبر ستار استاذتنا ربنا يديها الصحه استاذه شريهان وابداع طبعا المخرج استاذنا فهمي عبد الحميد اسمه منور. بشكرك. التورته تجنن. ميرسي يا شريف. شيء كده مبهر زياده عن اللزوم. بس طبعا تسمح لي اشكر اللي ساعدتني في طبعا بشكر سوما محمد حليم لانها يعني جابت الافكار اللي انا كنت طالباها منها الى اقصى درجه بصراحه. فنانه بصراحه. تسلم ايديك يا حبيبتي. ميرسي يا سوما. ميرسي يا سوما. طيب هاتوا لنا بقى اللي هنعمله النهارده الغريبه. دي اشكال الغريبه، ايه الفرق بين دي ودي؟ حاجه بالسمن وحاجه بالزبده. حاجه بالسمن وحاجه بالزبده. طب احنا هنعملها قدام الناس بايه؟ بالسمن. بالسمن، اوكي. في فرق؟ الفرق ان هي هنا التظبيط فيها بيبقى صعب بالنسبه للزبده لان الزبده بيبقى فيها لينة نسبه ميه. اوكي. فلو ما يعني لو ما حدش شاطر قوي فيها ممكن تبوظ منه. اوكي. عشان كده انا هعمل اللي بالسمنه هي الاسهل. الاسهل. حلو قوي عشان الناس تعملها. طيب الغريبه من الحاجات السهله جدا جدا ومقاديرها مش مكلفه بالظبط فالناس ممكن تعملها بجد. يعني ممكن ناس عمرها ما عملت حلويات تخشوا تعملوا الغريبه مدام امال هتعملها لكم دلوقتي بطريقه سهله جدا. ركزوا في المقادير وبعد كده هنقول طريقه التحضير بالتفاصيل. نقول المقادير. اتفضلي. اوكي. كيلو دقيق وثلاث كوبايات سمن ومعلقه فانيليا وربع ربع كيلو سكر بودره. بس
بس تقوليهم كمان مرة عشان طيب. نحفظهم له. كيلو دقيق وثلاثة كوب سمن ومعلقة فانيليا وربع كيلو سكر بودرة. دي مقادير الغريبة. المقادير دي تعمل قد ايه تقريبا؟ بص يا هتعمل المقادير دي هتعمل دول وانا جايبه علبه كبيره كده كان مليانه يعني. كل ده؟ لا ده لا ده دول دول الطبقين دول. لا انا جايبه علبه اكبر كمان كبيره علبة يعني المقادير اللي قلناها هتعمل قد الطبقين دول تعمل قدهم اربع مرات او خمسه كده قد دول؟ فعلا المقادير دي؟ اوه طيب اوكي انا هاجي اساعدك عشان انا عايز اعملها انا هاخد دول بس هعملها. طيب هنبتدي ايه اول حاجه بقى نعملها كده احكي لنا نحط ايه في العجان؟ هنحط الاول في العجان السمن. اوكي السمنه اول حاجه السمنه اوكي يبقى هنا السمن. نفس المقادير دي ممكن تعملوها بالزبده بس مدام امال قالت الزبده اصعب مظبوط؟ اوكي تبقى عايزه ناس بروفيشنال فالمش شاطر قوي في الحلويات هيعملها بالسمنه معاها السكر ايوه البودره نحطه كله اوكي وكل السكر البودره بتاعنا اهو والفانيليا والفانيليا ونخفق ونخفق اوكي اهو حطينا كده السمنه والسكر البودره والفانيليا وهنضربهم مع بعض لغايه لما نشوف مدام امال هتقول لنا كفايه امتى. احنا هنقول بس شويه نصايح يلا بالنسبه للغريبه. الغريبه مهم جدا ان احنا ننعم السكر بالسمن جدا جدا تبقى ناعمه خالص زي ما بنعمل دلوقتي. ننعمها تماما تبقى زي الكريمه بالظبط. وفي ناس كتيرة قوي بتعملها بايدها بس من غير تبسها عجان لا كده بتعملها بترب وكمان لازم بعد ما نعجنها نسقعها شوية ونحطها في جو يكون ساقع علشان ما تسيحش مننا ويبقى شكلها بايظ وتستوي كويس. طب بصي حضرتك كده اكمل ضرب ولا هي كده كويسة؟ لا لسه شوية لسه شوية ناخد لها ضربتين كده بس ضربتين كمان بقى كده احنا بنضرب ايه؟ نضرب السمن والسكر والفانيليا السمن والسكر والفانيليا هنقعد نضربهم ممكن ايه نعملها كده لفة بالسباتشول بتاعنا اوكي يلا ناخدها من الحواف البس كونتي بقى ليه انت لازم تعمليها بايدك؟ هعملها بايدي والله عايزه تلبسي جوانتي زي ما انت عايزه as you wish اهو نضربها كمان ضربه لو سمحت حاضر فاضل لها حاجه بسيطه يعني اهو هتبقى كويسه مش هتكسفني يلا ما تحطلهاش بيض لا لا في ناس بيحطوا لها بياض بيض بس انا بلا يعني انا بس رنج شويه يعني مش عارفه يا شيف انا يعني انا بفضل دي الطريقه التقليديه الكلاسيكيه انت عارف انا كلاسيكيه شويه عشان كده حكت حلوه اهو ضربناها كمان مره وهنضربها بعد كده بالايد صح؟ لا لا هنحط الدي شويه شويه والله طيب بس انزلها بقى كده اجنها في النص اهي عايز معلقه ثانيه ولا لا هنحط بدي؟ هنحط بدي بس ايه؟ اجيب لك طبق تحط عليه لا 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 يا ريت بليز وبعدين هننزل دي كده اهو نبتدي نحط دي حبه حبه ايوه طيب ثانيه واحده بس هنحطه بدي يعني هو عشان ما نوسخش الدنيا يعني ممكن نعملهم على ثلاث مرات ثلاث مرات؟ اوكي وهو شغال صح؟ بس ما تحطش كل دي مرة واحدة شوية يعني ممكن كده ممكن السمن ياخد جزء من الدقيق والباقي لا فاحنا لازم نحطه حبة حبة انا بقى هفضل احط كده في الدقيق لغاية ما حضرتك تقولي لي ازاي طيب لا عشان تطلع مظبوطة هي ماشي بدل ما احطها حبة حبة ممكن نشيل دي ايوه بالظبط كده وسخت التاني مش مشكلة هعملها حالا ماشي طب تسمح لي يا شريف؟ ولا اجيب لك كيك؟
هتخبط في البتاع جوه. لا استني، هي دي مش دافعه. بصي هي عايزه ايه؟ عايزه واحده تكون مسطحه مفروض. اه ايوه ايوه اهو. ايوه كده ازود السرعه؟ لا مش محتاجه، هي للعجن العادي بس. ممكن نستنى شويه بس نشوف. بص عليها، امسك العجينه. امسك العجينه وبقى. بس شكلها لسه عايزه شويه كمان وخلاص. شويه كمان ضرب ولا دقيق؟ شويه دقيق كمان و... وضرب. بس عشان ما تنسفش. بس حطيناش دي كله. جمعت؟ جمعت ولا لسه؟ لا لسه ما جمعتش، مرمله. عايزه المفروض تبقى حاجه واحده؟ عايزه بقى تتقل. المفروض تبقى زي كريمه يعني؟ تبقى يعني معجونه شويه. لمت ولا لا؟ طب اديها لي يا شيخ. ده لينا عجينها بقى. ابتدت تلم اهي. هي زي ما هي. اتفضل. خلاص مش عايزه العجينه؟ لا ميرسي. اوكي. شكرا للعجينه بتاعتها. ودي خلصنا عجن الغريبه. هنقعد بقى نعجن فيها لغايه ما يحصل ايه؟ لغايه لما تلم مع بعضها. انت مش عايزه دقيق خلاص صح؟ لا لا، احنا حطينا دقيق زياده كمان. حطينا دقيق زياده؟ كده بقى احنا ايه؟ عايزه تفرديها؟ عايزه بقى اعجنها شويه على الرخام. اوكي، هي مسكت نفسها وبقت لطيفه. اوكي. مش هنعملها كلها، هنعمل لا هاخد حته بس. اوكي. سوري. يلا. هي المفروض بقى تدعك لغايه لما تسخن في ايدينا شويه. ندعكها مش بنعجنها. ثانيه واحده. لا مش مهم العجينه ما تخافيش. لا مهم، شكلها مش الفلين. خلاص بقيت مش عايزه بقيتها صح؟ لا خلاص ماشي. وبعدين برضو نحافظ عليها ساقعه. والله؟ اوكي. اهي العجينه بقت غريبه. شفتي نعمت ازاي بقى؟ اهي حلوه قوي. بعد كده بقى بتشكليها. اهي حلوه قوي. نكورها بقى ونحطها في دي بتقعد قد ايه؟ بتقعد حوالي من 10 لا هي ساعة جدا. ساعة جدا عشان بس هما يدخلوها التلاجة. هما يدخلوها التلاجة شوية ترتاح. اوكي. وطول حتى لو احنا بناخد حته بنشكلها نشيل الباقي في الثلاجه عشان ما يبوظ. طب واشكليها لنا بقى. دلوقتي نعمل واحده مرامده ورا الاول. مش هتعملي كذا شكل؟ نعمل دي ودي. ماشي. ونحط اللوزه؟ ايوه نحط اللوزه. واحده كمان؟ اهي الغريب. خش الفرن قد ايه؟ من 10 دقايق لربع ساعة حسب الفرن، لكن هي على 150 درجة الحرارة. من 10 دقايق لكام؟ لربع ساعة؟ لربع ساعة. على 150 درجة. اوكي. بس كده. نعمل بقى الشكل التاني، بصوا بقى التعبان اللي هو هيدينا زي الشكل اللي هناك. اهي. اوكي، وهنلفها حوالين ايه؟ نفسها. اهي. كده. اديني سكينة بقى كده. خلاص يا شريف. ماشي. مش لازمة. ودي بيتحط لها لوزه برضه؟ بعدين نروح حاطين لوزه هنا. اهو. بس خلاص كده كفايه. نعمل واحده كمان؟ لا خلاص. طيب خلاص. 10 دقايق فرن 100. من 10 لربع ساعه. 150 درجه. ايوه. بشكرك. نورتيني. الله يخليك. هي الغريبه مدام امال عملتها لكم النهارده بمنتهى اليسر والسهوله. والمقادير اللي قلناها تعمل قد الكميه دي مرتين تقريبا. وهي بتنصحكم تعملوها بالسمنه مش بالزبده. بشكرك وميرسي على التورته دي.
التورته دي هنحطها برضو في الحلقه اللي هتعملي فيها البيتي فور والكحك. والله مش هنيجي جنبها، مش هناكلها. بشكر كل سنه وطبعا فنانيننا كلهم ربنا يديهم الصحه. بشكرك، ميرسي مدام امال جلال. وخلونا ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع استاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. خليكم معانا على صفحه.